أنا قصوين كنا شكشاقة ما جاني لأن ما نريد بان قصوين شكشاقي مشكلة يقول نقطي وحن كشي كي مدكو مالين واه ما قشينا أمالين يا ما لدن بالي قطوة ما موقي قصوين باي سوى مرتي حفيزك واحد تيجي وزارة أوقافك وزيرك يريدي يسأنو جوغا سقى مو بسعين بقى ما الكلام السعودي ما يرضى اللي يروه ما يجي شغال أيان أركيو أن إقيني وحيري يركي ما يقول لك وحيري شغل مال ما هو كديدي وكواي شغال يا اللي يري لما بلوت بان هذا نيكا وزيرك أن مقابلة دي سينا قابلة كلية ديدي وواي مركا تكفى يعني خير الله كسي أوكالي أداد وحقيقة ما كرت مركا بل خير بان إن شاء الله نفي عن بعض هيدا ما وحول دقيش وان دقال وان دقال يا بان مركا وحول ربا إنه إيش يا جو أرنتي سو وزير كون إنه قا إنه سامي كر يعني وما يلاها كلا كسر لماتي شعر شغل اللي جيري وحكو علين كلا وزير ككلي ساس ربا إنه شيء مكت لكن كلمة أذك بكل واقع وحول شوف أنا حاجتي ما يقضيها إلا هو الباب كان فرت معكم في غي الباب وزير كفرني أنا حاجة ذي ذا ما قد ذكره إلا هو كلمة إلا هو بملك قد علي أنا يقول نبى جريها إجاك علي علي يا أخي ما حاتر إلا هو مركب مقولها هذا بانه ها والله إلى هذا البيت مركب هذا مقولها هذا يا بانه مركب أسمع هو ذا ملك رقاتي أنا ملك رقاتي أنا كي هو ذكي لها رسميا بان أقاتي حقيش يا جي مركب مركب بان إله العظم وحن يا من لا إله إلا هو إله كلي وسق أنا هين كو أنجرينو الله اقض حاجة عبدك الدون كان مسكين كأحاجة ليس وقولوا عند هذا العبد مسكين كان كلي حفيز كان فردية وقول مركب هرتو وسكو يرنا حي مركي أرتها أنا لي حاني دقيش كلمة آتر وكلمة أذك إلا هو إله بلينا إله ما كان قلبي يسيء قعنتي سوى حدا هاي ليش تقول إلا هو هذا لو أقولها الله يبان لي كي أمر كلنا هاي بقولها الله وإن شاء الله يقضي حاجتك مركا قري مركا ظهر كي وقت الدنبي أو أن ليش سوى عبو سوى عيرك تلفونك قبتي يا شيخ أبشرك وكم بشارة هاي وعور انت وزيرك ولي انت يدي ما انت الباب انت صفري وقيمت وماشي انفرديين سوغي ايغو يمد سو او اكحي او غودها الى فريستي بو ارنت يدينا اي دمشتري او شقفت سي كفي عاد ميل كفي عاد جاي ثم انا شيك هذا واسك شيغي وا با وحي نقطي با وحب اي قاتين بلا اولي اهيو تليفون باغو سودا شيخو كان كان ندع ور أنا هو وما جيدين سيداس ما أنا والله واحد كذا كسعد ما أنا يدين كل يتهدد وقال لي يدين أنا واحد تعبان ما عندي شيء لكن واحد ربنا إذا رب جاي برنا خلينا نتعلم لقي يا أبا إني مركز جري العيادة قاضي يا أرنتي إذا نقضي مركوير إلا هو إنت إلهي إذا جيت سوي دعك أرتا إن سيدا أقرن إذا وش كدعك أرتا لكن ما هم على ذي أنا أقول يا هيو ماشي هم وربس كيف برا ما عندي شيء شو ما قرر لكن وحرمنا يقين ده إنا برا تاس أنك شيء كي تو كان أنك شيء كي لكن تن تاس تن كلا أو بري أن مصر جوعي بري أن مصر جوعي تا يلا و نوعا ما وحن أورن كرا بري جالس نفي عن بنا وانت انا ادوي اي مشاكل يقول يا بختي يبلي وحال مشاكل كنا دقل انت انا قلنا هيلو دل اسكا يارو فريد وحا اسكاها قرانك هذا اخريا اسبوع كسو قرانك ودا ما جري ايغا ما بق يعني انت انا ارتق ماشي كاها في كل اسبوع لازم قرانك وانا دمي اني هو حالات اسكا في عن كجرو او ذكري اسكا في عن يحي ما وحان ايمد ايربوركا قاهره والنبي وصدعي سديتنكي وي بريهاس لما ديت كتب بدن بان انتهى الابسدي بري بان انه درس اهينه في على حاجه هذا اللي لو انت سو مريبو 300 جنيسي 300 جنيه والله حق بدن وحا كو غتي كتب فر بدن بدن ما كو غتي معرض الكتب انت تجي كل كاس انه كراتين كتب وته
أجانب تقل بان وده مر ماشي مر كان ميزانك ديارد واحد ديارد سومالي إيرلاني سواء لكن كان كان ترك جوجا وير مصري مساري ما يشكش غير سواء ميزانك مصاري العق بدن بسوب بحدي وحيري العق فر بدن ودي أنا هاي نبو شغور أنت سال قرر ما هي يعني ما هي مر كان أنا كل جس جسي وقاتي أقول كيف والله ما عندي بال أنا قاعد مر كان نودر وشين يعني وحوا سيد سومالي مر كليلا أنا قاعد نو سوفيين يسمي يعني تاسو كذا سومالي تمسه قاعد نسوفي واي أنا قاعد نو سوفيين يسمي حد يلي يسوي العك تكن وقتي ضد بدن بكو دبت هاجني أنا قال له من وقتي والله ما يعني ما عندي فلوس مر كان شنو مسيد ربت أنا كل رفته ها بنر وحيل هذا ومديال كتبت أن لو فينا هذه إسكجوك كتبت هذا تقر كاغا اللي تقر كاغا ودم بكتبت انا قاعد ايش ان كتبت كو دوفين ادي اسك جوج ما يلا يعني وانا دوف هذا بو خوير ادي ودوفو كتبت ان كتغي كراتينتن حق اسك ما يلا يعني كتبت وانا الى دوفت مركا و خناقي مركا رسا كو انا وتشترط علينا انا قاعد حتى ادو حتى ساسه يدرت هذا انا انا شرطنا شرط سميع أتحداك بقول أتحداك محل أورن كرنا هداف سومالي يا عر أوكله عر وكاس أوكله يعني تحدي بأن سميني يا بقول هنا هذا الأذية كتب تعود اللوفي أنا أنا سي الله أم بيجان قطوع حال وأنا أتحداك إن أنا كتب تعود اللوفي أنا هنا تحدي بأن لا يمد مالي إلا وإلا بأني كتب تعود وأنا اللوفي والله هنا أنا وحن أجهي يوحي يقدر بيه أين الجري؟ لكن إلهي محيوة فجي سقط حي أهيو دي أردو حي بحضها لحظة صبح نما مالعاس تليانا يكتب هذا حمر بأسعة سقط حي أهيو كتبتي بو مال حاجة عيقا توري بعض بور كي يجي يتقل كيبان قاتي مساجد كان أسكا قلي وردي أي قرآن كان أسكا أخرى استهبين كون لما أسكا تفكرين إلهي وأني كتبت وذن نوفي باني إلهي وأني كتبت وذن نوفي لأنه كلا هارد والله ديارده كاونتر كيد ولا حري وقت كيد ولا ماضي ولا حري ضد كير ركوب كه ماشي فريستن أنا واحد يجو أن مجر ده بده نوحان وحان إسكايمد مساجد كي صلاة الصبح بعدين صلاة الصبح ما تكن ولا أدمي ولا أقمي بر وحان قبي مركز دركع علماء إسكا قبي جبط يعني إسكا قبي دركن أزهرتي جبط بن قبي شري عمامة بيو قالوا بعدين نتوجي صلاة صلاة دي وين سكتوجي؟ صلاة دي مركي عند مين؟ صلاة دي كبحي. نكي يروح يجي صفقة في اللي وحوها ننضبط يعني درجة سهلة أو عسكرية. حد جاف ربنا كم مغضا؟ أيوها. مركي سوفيري. نكي اللي مبكى سعته وأويه يبكي. والله يبكي بين يدي الله سبحان الله. مركي باسبور كي يتجر كنا. ماشي اللي سرد أن كنتوا كذي إلى ما هذين بس بورك يتجر كبو قاضي وحب فيري ديار رد أيتها وقت جاي ما ركت أيتها وحب قاعد إن ديار رد سومالي إيرلين استا وقت جاب حش وحب يقولي يا أخي شيخ فضيلة الشيخ بارك الله فيك ديار رد وقت كذا حبان نقدم من كوده حقي قرآن نو آخري حقي قرآن كنوسي آخر قرآن كلا نوسي آخر أنا وابس كجد بيسناه قرآن كبار شوي أسهلين أهيب وكسقال نكي وحن نغضي ما تغانان أمن المطار وحل إلى فاجرة مساردو أمن قوذ حق لها أمن الدولة مطار كأمن قيسا نكا أوسر ريوها يعني مطار كأمن أوسر ريوها قف هذي كرملة موبر نغضي ما مركي قرآن كأمن بين نوابي كحي حفيز كر ويا قراسي بادن تعلم بفريسي شاهي عربو إيد ضلبي وحير كدب وباسبوركي وحويري ها وسمي يسوي الكونتر كا وميزانكي وحو سمي يسوي ما كانوا ما اشتكوا علي والله حوقي مشكله هي ستو ميزانكي ايو ايانا ما ركتي وحي قسي اهايو مركا ما دمهين مركي بو تليفون ديرو يا جوجا ميشا سو هبل بلين ويرا جيبو كان سو قبطه والله نكي ايو ارديا ايا لكن عبيز سبحان الله مركو يا اركي
ila wasgaranayna ani isaga tacadi baa naga dhacay markuu arkaano ninkan weliba ninkan yani ixtiraam u ixtiraamayo kursiga shaqada ma fariisanin kursiga soo horjeed u fariistay markaasa buskudkii iyo shaahi wixii na horyaal la yani madaxda salaam baa saa loo yaala mugti markuu arkay ninkii waa iska jareeyay waa gariin isagii oo dhan wallahi sheekh kab ayo saacad albay saacad albay saacad albay maajir markaas shuru war gabgabta joojiye ninkan maxaa waraaqis ugu dhamay wey leesh ma khallasta hada albaraka ya akhi markaas wuxuu yani wuu iska daba maray isagoo dhan wuxuu hadaan dhameynayse hadaan dhameynayse markaas uu baasaboorkii tigirkii u dhibeyro orodo tago karatiintiisii kutubtiisii u soo xaray boarding passkii diyaaradda ku fuulilaana ikan hadda markaas weliba canaan dhagta kala raacay weli waxaan waxba ahayn baad hormarinaysaan dadka wana wanaagsanna waa ka tegaysaan ruux subxaanallah alcaziim wallahi inaana raacin meesha iska fadhiyey uu tegay isagaa karaatiintii uu meesha ku tuuray buu intuu aaday oo ururiyey uu diyaaraddii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boarding baskii markaas weliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay weli macalaysha fadilta sheekh naga raalliho waad naga warhaysaa shaqadeenna waxba iska badan maa shaqadeenna badan subxaanallah. Kadib laba kartoonoo xataa aan gacanta ku reebtay markaan diyaaradda sii fuulaynay ninkii wuxuu ku yidhi labadan kartoon maxaad u reebato maxaa u saari weyd waxaan waxoogay miisaankay askari buu u dhiibay wuxuu yidhi ninkan lama fatashi karo kow ninkan diyaaradda saar albaabada dadka lagu fatasho lama fatashi karo waa kow tan labaad kutubtan uu gacanta culayska ku wado isaga uusan qaadin kursiga diyaaradda markuu fadhiisto la fuul diyaaradda markuu fadhiisto waa agdheg ka soo tag waa isoo wadacayo ninkii madaxda ahayo kuwa marka waxaan xusuustaa soomaalidii markii hore fadhiisatay meesha ee diyaaradda sii raacaysay qaar baa marka waxay leeyihiin ninkaan wasiir miya wasiir awqaaf miya waxaasay leeyihin wasiirka wasiir dambe ducada iska furnayd ilaahay baa iska keen ajiib marka qasada noocaas markaan ka sheekaynayo ani taskiyata nafsi iguma jirto wallaahi alcaiim anigu shaksiyan inta meesha fadhida inaan idinku liita ayaan yaqiinsanahay ana tacbaan maa cindii shay laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqo la yeelano rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqo la yeelano oo ilaahay jeclaano oo ku xidhanno oo saacad kasta dikrigiisa aanu laasimno ilaahay umurteenna waa noo sahlay wax naga halaabayaana ma jiro khusuusan mawduuca ah ku saabsan dikriga iyo mudaawamadiisa la daa'imayo fii hadihi lbilaad wadamadan waa wadamo qaflaa oo dadka diinta ilaahay ka fog yihiin oo ilaahay la iloobay oo dhulkii iyo geedihii iyo buurihii iyo waxa dhan baa wada ooyaya waxay rabaan dad ilaahay dushooda ku xushay rabaan idinka ilaahay baa idin keenay meeshaan idin keenay dikrigiisa badiya liyanhaj alsinatukum bidikri illah dikriga ilaahay mar waa qur'aanka oo qur'aanka sidaa beriga idiin sheegaya ninkan fariidka aan ahaa anigana aabahay raxmatullahi caleyh baa ila dardaarmo wuxuu yidhi qur'aanka imisaad aqridaa buu yidhi waxaan ihi usbuucii mar baan dhammeeyaa way canaantay waliba maalintaas wuxuu ihi usbuuc dhan baad sugaysaa intaad qur'aanka dhammaynayso oo inta kale o dhan maxaad qabanaysaa yacni arday baa tahay waxba shaqo ma haysid maad afartii cisho mar iska dhammaysid isaga wardigiisa saddex beri ahaa saddexdii beri marbuu qur'aanka dhammayn jiray kaasoo kaleu ila rabaa marka aniguna xaggee markaas wallahi aniga ana waxbaaban ismoodayaaba usbuucii baan maalin yaan qur'aanka dhammeeya marka qur'aanka wardigiisa waa afdalu dikri weeye waa inaad wardi samaysato una kaa kala go'in oo haddii ma garanaysaa yacni marmarka qaarkiis aad mashquusho maalintii adiga isku farad yeel habeenkaa inaadan seexanin adoo wardigii qur-aanka dhammaystirin wax ilaahay loogu dhowaadana hadalkiisa ugu weyn acdamu dikrina waa kalaamu allah caza wa jal.